قصص عربية لمسة مايدس. هذه هي قصة الملك مايدس. منذ قرون عديدة كانت توجد مملكة جميلة، وكان يحكمها ملك اسمه مايدس، وكان يقال أن لديه ذهب كثير ويمكنه أن يشتري أي شيء. كان يحب ذهبه جداً، لكن لم يتمكن أحد من رؤية هذا الذهب. وتساءل الناس أين يمكن أن يخبأ ذهب كثير هكذا؟ أين تظنين أن الملك يحتفظ بذهبه؟ أنا ليس لدي فكرة، كيف يمتلك شخص ذهباً كهذا ولا يظهره؟ والحقيقة أن الملك مايدس كان يحتفظ بذهبه في قبو آمن، وكان يذهب كل يوم ليعد قطع الذهب والنقود. كان هذا يثير دهشة الملكة، ودائماً ما تضحك. عزيزي، لا تعد الذهب كل يوم، ماذا لو اختفى فجأة؟ لا تمزحي في هذا أبداً، ألا تعلمين ما قيمة الذهب؟ انظري إلى العقد الذهبي الذي ترتدينه، أليس جميلاً؟ ألا ترين كيف يلمع؟ إنه جميل بالفعل، لكن بالرغم من جماله لا يمكنه أن يشتري السعادة. الذهب يشتري لي كل السعادة، أنت لا تفهمين، لا يوجد ما هو في جمال الذهب. لم تتفق معه الملكة، لكنها علمت أن الكلام معه لن يفيد. ازداد حب الملك للذهب كل يوم، ومن شدة هذا الحب سمى ابنته ذهبية. كان مايدس يحب ذهبية، كانت ذكية وترى الجمال في أصغر الأشياء، وكانت دائماً ما تخبر والدها. أبي، اقترب وشاهد جمال هذه الورود، يا له من يوم جميل، انظر للمعان الندى على الحشائش. إنه ليس في لمعان الذهب، لن تفهمي يا عزيزتي، هيا اذهبي للعب. تماماً مثل أمها، لم تفهم ذهبية كيف يكون الذهب أجمل من الورود. وبمرور الوقت بدأ الملك في قضاء المزيد من الوقت في القبو وحده، ويعد الذهب مراراً وتكراراً. وبعد عدة أيام أحضر الحراس رجلاً غريباً ليقابل الملك. كان يرتدي ملابساً بسيطة، ولاحظ الملك أن الرجل كان حافياً. من يكون هذا الرجل؟ مولاي، وجدته هائماً في الشوارع، وقال إنه تائه ولا يعرف أين يبيت. لابد أنه من مملكة بعيدة، تقول تائه؟ دعوه يبقى هنا، سيكون ضيفاً عندنا حتى نجد بيته. وبمرور الأيام عرف الملك أن الرجل يدعى سيلينس، ولكنه لم يعرف أن سيلينس كان صديقاً مقرباً من ساحر الغابة. وأقام سيلينس في القصر طويلاً، وكان يعامل باحترام، وكل طلباته كانت مجابة. وبعد أسابيع عرفوا مكان بيته، وحان وقت رحيل سيلينس. في الليلة التالية كان الملك جالساً في قبوه يطمئن على الذهب، وفجأة: ماذا؟ لا أصدق، من تكون؟ لماذا أنت هنا؟ أنا ساحر الغابة يا مايدس. وكيف تعرف اسمي؟ هل أنت هنا لسرقة ذهبي؟ وماذا سأفعل بالذهب؟ لا قيمة له، أنا هنا كي أشكرك. تشكرني؟ على ماذا؟ سيلينس هو صديقي العزيز، وأعلم أنك اعتنيت به. أنا معجب بحسن ضيافتك، وأتيت هنا لأحقق لك أي أمنية. أخبرني، ماذا تتمنى؟ لم يصدق مايدس ما سمع، يمكنه أن يطلب أي شيء، وعرف ماذا سيطلب.
أريد سفينة من الذهب، لا قصرا من الذهب، لا هذا لن يكفيني. لحظة، أعرف ماذا سيسعدني. أعطني لمسة الذهب، أتمنى أن كل ما ألمسه يتحول للذهب النقي. سأحقق لك الأمنية مع شروق شمس الغد. أي شيء تلمسه سيتحول لذهب نقي، لكن لا تنسى هذا لن يسعدك أبدا. الذهب لا يشتري كل السعادة. كيف لشخص مثله أن يفهم قيمة الذهب؟ سأصبح أغنى وأسعد رجل على الأرض. لم يتمكن مايدس من النوم، كان ينتظر الصباح بفارغ الصبر، وقد أتى الصباح. كان متحمسا لتجربة اللمسة الذهبية. سأكون مرتاحا جدا لو نمت في سرير من الذهب، أنا أكثر البشر حظا. وبدأ مايدس في لمس كل شيء أمامه. لن أضطر لإخفاء ذهبي بعد الآن. إلى الخارج، سأجعل القصر كله يلمع. سار مايدس في الممرات وهو يلمس كل شيء أمامه. ذهب للحديقة وحول كل الأشجار والنباتات إلى ذهب. ياه، لقد تعبت كثيراً، هذا رائع. علي أن أحول كل المملكة إلى ذهب. علي أن أذهب في موكبي لأظهر لمستي الذهبية للجميع. لكنني جائع، سآكل شيئاً أولاً. كان هناك فاكهة وسمك ولحم وملذات كثيرة على الطاولة في انتظار الملك. إنها وليمة، هذا يبدو لذيذاً. ماذا؟ لا، أين ذهب الماء؟ أنا ضمآن. ما الذي يحدث؟ أصيب مايدس بالصدمة والخوف، وبدأ يلمس كل شيء على الطاولة ويراقب في رعب كل شيء يتحول إلى ذهب صلب. ماذا سآكل الآن؟ أنا ظمآن. ماذا سأشرب؟ الذهب لا يؤكل ولا يشرب. هل سيموت أغنى ملك من شدة الجوع؟ كان مايدس حزينا، ظل ينظر إلى الطعام الذي أصبح بلا فائدة، وفجأة رأى ابنته قادمة من الحديقة. أبي! وقبل أن يتمكن من التفكير، لا ذهبية. تحول الذهبية إلى تمثال صغير ولامع من الذهب، جميلة لكن بلا حياة، لا تتنفس ولا تتحرك. كان مايدس مصدوما لأن ذهبية لم تعد موجودة معه. لا أصدق، ماذا فعلت؟ ذهبية، كيف سأكون سعيدا بعد الآن؟ ذهبية، طفلتي الصغيرة، قولي شيئا. امتلأت عيناه بالدموع، جرى نحو القبر وطلب المساعدة. ياه، ملك مايدس، ما الأمر؟ لماذا تبدو حزيناً؟ لم يمر طويلاً على تحقيق أمنيتك، هل تريد شيئاً آخر؟ أرجوك، ألا نادم على أفعالي؟ ما فائدة الأمنية التي حرمتني من ابنتي الوحيد؟ ماذا سأفعل بطعام من الذهب؟ إنه لا يؤكل. ماذا سأفعل بماء من الذهب؟ إنه لا يشرب. أغلى شيء عندي هو ابنتي، والآن الآلة هي لا تتكلم. ماذا أفعل بهذا الذهب إذا لم أراها تضحك أمامي؟ أنا أرجوك، خذ كل ما لدي من ذهب، خذ مني كل شيء، ولكن أعد لي ذهبية ثانية. أنا أفهم الآن، الذهب لا يشتري كل السعادة.
أيها الملك مايدس، لقد تعلمت درساً مهماً في الحياة. الذهب يفنى، المهم فعلاً هو الحب، الحب الذي نقدمه لمن حولنا. إنه لا يموت ولا ينتهي. خذ هذه، إنها ممتلئة بالماء السحري. انثر بعض القطرات على كل ما تحول إلى ذهب، وهو سيعكس تأثير لمساتك. شكرا شكرا. أسرع مايدس إلى ابنته ونثر عليها قطرات من الماء السحري وبدأت تتحرك. ضمها مايدس بين ذراعيه. أبي، ماذا حدث هنا؟ لا شيء يا ابنتي، أنا سأصلح كل شيء. نثر مايدس الماء على كل شيء تحول إلى ذهب. لقد سئم رؤية اللمعان وكان مشتاقا لملمس الخشب. ذهب إلى الحديقة مع ابنته وبدأ في نثر الماء على الشجر والنباتات والورود، ولأول مرة في حياته شعر بجمال الطبيعة. ذهبية، انظري، إن الورود في غاية الجمال. إنه يوم جميل، هل ترين كيف يلمع الندى على الحشائش؟ أجل أراه. وبعد أن عاد كل شيء إلى طبيعته، جلس مايدس على طاولة الطعام مع ابنته وزوجته وأكل من كل شيء كان أمامه. لم يشعر بلذة الطعام هكذا من قبل، وكان يروي عطشه بكأس بعد كأس من الماء. وكانت ابنته وزوجته سعيدتين لسعادته. لم يذهب مايدس إلى قبو الذهب مجددا، وقضى وقته مع العائلة واستمتع بالأشياء الصغيرة والبسيطة حوله. وهكذا كان أغنى وأسعد إنسان على الأرض.